السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة، والقضاة الماهرون، والمستمعون الأعزاء، يسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا، وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إني قمت أمامكم لأن ألقي كلمة مهمة جدا، إني قمت أمامكم لأن ألقي كلمة وجيزة حول موضوع خطورة الشرك وعقوباته، وبتوفيق الله سأبين كلماتي حسب استطاعي إن شاء الله. إن الله لا يغفر إذا مات صاحبه ولم يتب منه. الدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صاحبه خارج من ملة الإسلام، حلال الدم والمال. الدليل قوله تعالى: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا، وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا. الدليل قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أن دخول الجنة عليه حرام، حرام وهو مخلد في نار الجحيم. الدليل قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وأخيرا أقول لكم: إن هذا الموضوع ضروري مهم جدا في حياتنا الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم في أسرع وقت ممكن، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله، هو الله، هو الله، الله.